بخصوص الترتيبات المتعلقة بمتابعة سير الامتحانات المدرسية، فقد تم وضع جهاز المتابعة على عدة أجهزة متابعة على عدة مستويات قصد توفير أكبر قدر من الصرامة في متابعة هذه الامتحانات. فهناك اللجنة الوطنية المنصبة على مستوى وزارة التربية الوطنية للمتابعة، والتي تتابع مختلف العمليات المتعلقة بالامتحانات حتى الإعلان عن النتائج. اللجان الولائية للتنسيق والمتابعة تحت رئاسة السيدات والسادة الولات، خلايا التنشيط والمتابعة التي يرأسها مدير التربية، الخلايا الجهوية التي يرأسها مدير الفروع الجهوية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وعددها 9، الخلية المركزية التي يشرف عليها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ولا بأس أن أختم هذا الجانب من مداخلة المتعلق بالامتحانات المدرسية الوطنية بعنوان سنة 2023 بالتذكير إلى أن إعداد المواضيع يتم بكيفية تجعلها في متناول التلميذ المتوسط الذي تابع بانتظام دراسته.